مرحبا بكم في قناة تحفة يوب. معلومات ومفاجأة مدوية بعد مداهمة سعيد نغزة، ولن تصدق مدى عطره عندها وفريق كامل جهزته لتنفيذ مخططها ضد الرئيس عبد المجيد تبون ورد قوي. بداية وبعد سقوط سعيد نغزة في يد العدالة وانهيار مخططها، تم الكشف عن تفاصيل جديدة مفاجئة جدا، خاصة بعد اتضاح أن الأخيرة وفق التحقيقات والمعلومات المكشوفة أنها ضخت أموالا طائلة عند محاولتها خداع الرئيس تبون ومحاولتها تنفيذ انقلابا وخططا ضده، كذلك بخصوص تهديدتها للرئاسة ومسارعة الأمن الوطني للقبض على كل متهم، واتضاح أن الأخيرة صرفت الملايين المملينة على من جندتهم في عمليات تزوير الاستمارات. فبعد المداهمة ومباغتتها بالأدلة والقبض في وقت واحد على كل متورطين، سواء أشخاص وكذا موظفين الذين تورطوا معها وتوطأوا مقابل الرشاوي بالملايين. الأيام بيناتنا مازال حقي أقسم بالله نديه ولا داوني الشز الحراش، وانا مستعده على كل عدد من الاستمارات يقدمونها لها لتصل في محاولتها حينها للعدد اللازم لقبول الملف. فحتى المترشحين اللذان تورطا في تزوير والرشاوي لهما نفس التهم. اما سعيد نغزة حدثت الاستثناء لانها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، تهديدها للرئيس تبون متخفيه بما يسمى بالدوله العميقه وفق مراقبين، والان تبين ان الاخير مليارديره ووراءها رجالات اعمال فاسدين على ما يبدو حسب مراقبين، واتهامات العديد من المواطنين لها لأنها تدافع عن طبقة واحدة وهي الأثرياء جدا في الجزائر، وتهدف حتى لإخراج الأثرياء المحبوسين في السجون. لهذا كانت تتوهم أن الرئيس بون سيخافها والسلطة ستعرضه وتمرر ملفها، رغم أنه فارغ وأغلبه مزور تزوير مكشوف. تتمس شعرة من ولادي نار جهنم نشعلها فيهم، انهم يخلعونيش وما يخوفونيش. ليخيب ظنها وتجد الردع سريعا من السلطات الجزائرية بتحرك العدالة، كما اكد النائب العام لدى ذات الجهات القضائية لطفي بوجمعة في وقت سابق ان القانون سيكون صارما وحدا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير سفو الانتخابات الرئاسية والمساس بمصداقيتها ونزاهتها. ما يعني أن سعيد نغزة التي هاجمت واتهمت السلطة بتزوير وهي أصلا الآن اتضح أنها هي المزورة، ينتظرها حساب عسير، وكذا كل اتهاماتها للرئيس بون والسلطة انقلبت عليها وتنبدر بين دربت، وكذا كل اتهامات للرئيس والسلطة انقلبت عليها ونبرة حادة من العدالة. فهي أصلا كانت تقول بفمها أنها مستعدة لمجاورة المفسدين في الحراش بأسلوب تهكمي تهديدي، كانت تظن أنها ستخضع السلطة لها وتخيفها بتلك الجور المقيتة. وقد تم الإسراع اليوم أيضا في التوقيف 50 شخصا اعترفوا بتلقيهم ما بين 20 و30 ألف دينار جزائري. ونتحداهم إذا هذه الاستمارات الشعب داهم اللي عندي كل الوثائق لتثبت هنا التزوير، مقابل تسكيتهم لسعيد نغزة والمتهم الآخرين ساحلي وعبد الكريم. كما تم التحقيق مع 10 أشخاص تكلفوا بالوساطة في جمع وتسليم المبالغ المالية بين هؤلاء المنتخبين والراغبين في الترشح، بالإضافة إلى وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح متورطين في هذه التجاوزات والممارسات، يمكن أن تطالهم الإجراءات المنصوص عليها قانونيا، إذ ينتظر أن تتسع قائمة الفوافدين نحو حبس الحراش مع اتساع التحقيقات ونيل الاعترافات مع الأدلة المجموعة من العدالة ضدهم. سعيد نغزة كان متوقعا بل مجزوما مصيرها هكذا، لأنها كانت تخطت كل الخطوط الحمراء وكذبت بتلفيقات غريبة عندما ادعت أن لها شعبية أكبر من الرئيس تبون، وتحدثه أيضا وكانت تمهد لخداع الجميع لقبول الاستمارات بالقوة زورا بالألاف. حاليا تم إخراصها وكل ما قالته من فتن وتزوير ورشاوي تحكم عليهم جميعا. فرحات بهني في ورطة والعدالة الجزائرية تضرب بحكم تقييد والقبض الدولي، وهكذا تمكن الرئيس بون من إعادة واستلام قادة بهني في دول الخليج وإفريقيا وما حدث ل 29 فردا في المحكمة من حركته. بداية وبعد استلام الجزائر للعديد من قادة حركة الماك الانفصالية، بعضهم من دول الخليج وأخرهم زميل فرحات مهني الذي سلمته تونس للجزائر، واستمرار ملاحقته كل القادة الآخرين الذين باعوا الوطن وارتموا في حد نظامين المغربي والفرنسي مقابل فتات من الدنيا ليشعلوا الفتن بين الشعب الجزائري وتشويه منطقة القبائل الوطنية. وقد أصدر القضاء الجزائري أحكام ثقيلة وجديدة على كل القادة بخصوص الهاربين خارج أرض الوطن، آخرهم فرحة مهني ب20 سنة تضاف لحوالي 55 سنة إجمالي للقضايا السابقة التي حكم عليها، بجانب مؤبدات كثيرة لبعض من نفذوا مخططاتهم في الغابات على الراحل جمال بن اسماعيل لكونهم تابعين لحركة الماك، والحركة حاليا تحت صدر وإلى زوال تام مع القبض على قادتها الهاربين.
وتبرع كل سكان منطقة القبائل من حركة الماك وفرحة مهني وإسهامه في إبلاغ الأجهزة الأمنية على كل من يحاول الانضمام لها برفضهم أن يتحدث أيضا باسمهم ورفضوا كل دعوته للخروج للشوارع وإعلان الولاء له. فقد تعرض فرحة مهني لخيبة كبيرة وسأضمها. وطبعا صفعة الرئيس بول للماك بزيارته لتزويزه والاستقبال الشعبي الذي حظي له كانت ضربة قاضية للماك. لهذا مع الزيارة كشفت العدالة الجزائرية والسلطات عن تحركات وملف إدانة لفرحة مهني بجانب قادته للضغط أكثر من أجل تسليمهم جميعا. والأخير تحركته لعدة دول هي ما ستوقعه في الفخ بعد تعنت فرنسا والمغرب في تسليمه لأنهما يستعملانه كدمية للتشويش على الجزائر. لكن مع سقوط ورقته وفشله في إقناع أي أحد في منطقة القبائل بفكرة الانفصال ستتخلى عنه الأنظمة التي تدعمه تباعا ويبدو أن تسليمه بات قريبا، خاصة وأن الرئيس بون كذلك تعهد بإعادته لأرض الوطن والمحاسبة العسيرة على كل أفعاله. هذا وقد أصدر القضاء الجزائري حكما جديد ضد فرحة مهني إذ أصدرت محكمة الجناية الابتدائية بالدار البيضاء حكم بعشرون سنة نفذا بجانب أحكام سابقة إحداها 15 سنة وأخرى بالمؤبدات في قضية تخص تهديد الوحدة الوطنية والمس بسلامة التراب الوطني. هذا وأدين بالحكم نفسه 6 متهمين آخرين معه متهمين أيضا بالانتماء للماك وارتكاب أفعال تخريبية تستهدف أمن الدولة. فيما قالت المحكمة في نفس القضية التي تشمل 26 متهما بأحكام بالسجن بين 10 إلى 3 سنوات سجنا نفذا في حق 20 متهما موقوفا بعد ثبوت إدانتهم بأفعال تخص المتاجرة في ذخيرة ونشر أخبار مغرضة تمس بأمن الدولة، بينما قرر القضاء الإفراج عن 4 آخرين بعد إفادتهم بأحكام البراءة التامة. فرحة مهني كان جند عملاء لسنوات الأخيرة الذين أشعلوا الغابات وتسببوا في كوارث تضرر منها سكان منطقة القبائل كثيرا إلى أن تم القبض على كامل الشبكات تلك وزج بهم في السجون، وخاصة بعد حادثة جمال بن اسماعيل التي ضربت فيها السلطات الجزائرية حركة الماك بقوة وقبضت على أغلبهم ولا تزال تلحق الهاربين في الخارج، مع العلم أن فرحة مهني لا يزال تحت تأثير الصدمة من نجاح زيارة الرئيس بون التي راهن على أنها لن تنجح وكان يحلم بخروج الملايين لاعتراض الزيارة، ليتضح أن خياله واسع ويعيش في أوهام كبيرة دفعته نحوها فرنسا والمخزن. وطبعا ستكون إعادته من أهم الأحداث للمحاسبة العسيرة والقضاء كليا عن هذه الحركة العميلة التي فشلت فشل ذريع في كل أهدافها، حتى أنها لم تستطع تحريك ولا شخص واحد في منطقة القبائل للخروج. النظام المغربي يتخلى عن فرحة مهني ويلغي الاجتماع بعد صدمة زيارة الرئيس بون ونتائجها، وهذا ما حدث بعد خيبتهم بعدما حدث في تيزي وزو وفشل فرحة مهني. بداية يبدو أن النظام المغربي يريد التخلي عن ورقة دعم فرحة مهني على الأقل في الوقت الحالي ومؤقتا بعد خيبتهم الكبيرة فيه، على إثر كل ذلك الدعم وبالرغم الذي قدموه له على مدار سنوات سواء بالأموال الطائلة من جيوب الشعب المغربي إلى الدعم السياسي والدفاع عنه وكان استقباله معه في المغرب وحتى تخصيص له وللقادة بجنبه مساحات وسعة في الإعلام المغربي لتلميعه وتضخيمه. وفي الأخير تعرضوا لنكسر